شفتي البعير شو يسمونه؟ جمل الصحراء. جمل الصحراء، قافلة، سفينة الصحراء. أنا إيش قلت؟ إيش قلت أنا؟ قلت جمل الصحراء. جمل الصحراء؟ إي لا وايد غلط. المهم وزارة الأشغال ما قصرت أكيد، بنت جسور، شوارع لتسهيل حركة سيارات وطبعا القضاء على الازدحام. لكن الغريب اليوم زميلنا غازي عنزي وأثناء وهو مار بالدائرة السادس عند جسر الجهرة شاف سيارات جديدة غير نازلة توها جايبينها. من أي وكالة؟ شوفيها من وكالة كامل. شوفيهم فوق الجسر قاعد يمشون. زين مو طبيعي المنظر الصراحة، يعني اللي يشوف منظر زي ما صار حوادث، يعني زي ما الناس ترى كانت الحوادث ما راح تصير بسبب اللي هم قاعد يمشون، اللي تحت يطقون بركات قاعد يطلعون. بالضبط هذا هو. وفوق هذا لكن عشان نكون بعد يعني موضوعيين في النقل، وقفت دورية زين كانت موجودة وخذت هوية الراعي، وما أدري إذا تحفظت عليه ولا لا، بس المهم يعني اتخذوا إجراء. لكن إحنا الحين نقول حق وزارة الداخلية مشكورين على تواجدكم دائم يعني موجودين، لكن اللي 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 بعرينا هذيل يعني شنو كان قاعد يفكر فيه؟ ويعني كل هذا عشان ترى الموضوع ترى بيوفر، لأنه هو ممكن ينقلهم سيارة يعني بسيارات. صحيح. يعني هو عددهم كبير ما شاء الله، بس يعني أبدا غير مقبول هذا المنظر مهما كان العذر. احنا ترى ما لا عذر يعني من فتره شهر طاف يمكن لا اقل بعد، يوم حطينا اللي المواطن اللي قاعد يصور كان البعرين وقاعد يتحلطم كان يصير حادث حزتها وصور الحادث. صح. هذا الحين يعني ثاني مره. يعني احنا ندري ان هذا ثروه حيوانيه وتراث وما الى ذلك، لكن باختصار ما نلوم اللي برا لما يقولون الكويت عباره عن كامل وصحراء وما ادري شنو. لا 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 ما يصير اذا هالمناظر اللي احنا موجوده. لا نلومهم نلومهم، يعني هذا منظر شاذ احنا ما نشوفه دائما عندنا. بس تدري شنو اكثر شيء شد انتباهي؟ ان البعارين مطوعين رايحين كذي طابور ورا بعض. لا منتظمين يعني منظمين اكثر من وايد اشياء موجوده بالكويت. عموما هو طبعا منظر غير مقبول نهائيا، نتمنى ما يتكرر، فعلا ممكن يعرض الناس لحوادث وامور لا تحمد عقباها. فيعني نرجو فعلا من اصحاب الحيوانات هذه سواء كانت الجمال او اي حيوانات اخرى، يعني ديروا بالكم. الناس ايضا ما لها ذنب ان ممكن يصير لها شيء بالشارع بسبب هذا الموضوع.